كانت ورده وقتها ممتلئه وانا كنت رفيع قوي، وكنت بقول للمخرج وحشوني وحشوني، المفروض في حته انا برقصها كده فيها، فبقول له استاذ حسن الوليه تقيله في ايدي تقيله مش قادر في البروفه يعني، قال لي معلش، قلت له طب يعني مفيش طريقه ان انا ما امسكش ايدها واشدها؟ مش قال لي لا احاول. فكان عذاب جدا لما تشوفوا كلمه وحشتوني وحشتوني في حته كده انا باخدها وبرقص فيها وبتحرك معاها، كنت بشيل 900 كيلو رايح و 900 وبعدين من النوادر بتاعت الفيلم ده اللي انت بتحبه فمشهد المفروض ان انا يعني بعدها انها تبقى نجم بطلة الفرقة اللي هو رئيس يوسف وهبي في الفيلم. فبنلعب تنس حتة كده في نادي، فبرضه قلت للأستاذ حسن الإمام، قلت له الست شكلها تخين في الشورت لبس التنس اللي هي لابساه، فأنا مش معترض على تخنها، بس أنا كنت حاسس إن وردة بالنسبة لي طنط، يعني حاسس إن مش دي اللي أنا هموت عليها وبحبها فقال لي بص أنا هضيف لك جملة كده تقولها علشان انت ترتاح، وبعدين احنا نقولها بدل ما الناس في السينما يقولوها، اول ما تخلصوا اللعب هي هتقول لك تفتكر هقدر اخس؟ انا حاسه ان انا مهما عملت مش هعرف اخس. والست ورده كانت ست لطيفه جدا متقبله انها تقول ده، ما كانتش متضايقه من امتلائها يعني. وانت ترد عليها وتقول لها لا وماله مش مهم تخس تاني في العتاهي حاجه كده. وفعلا قلنا دي، وكانت الناس بتسقف في السينما وتضحك زي ما انتم ضحكتوا دلوقتي. الفيلم ده كان له ذكريات حلوه عليا جدا. فين؟ انا هحكي لك ايه؟ انا ماشي يا انا ماشي 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 لا ما انا قلت لك اهو خلي غيرك بقى يقول. Thank you.